السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجنا ملاعبنا المصرية. معنا ومعكم نجوم في التدريب المصري، معانا ناس ليها باع كبير قوي في المستطيل الأخضر. كابتن سعيد المصري المدير الفني لنادي انبي فريق 2006، وكابتن علاء فتحي مدير فني بقطاع البراعم بنادي الصيد. برحب بضيوف الكرام، كابتن سعيد المصري، برحب بيك يا كابتن سعيد، ورحب وبرحب بكابتن علاء، وبرحب طبعا بزميلتي الانسه ريهام مذيعتنا معانا في البرنامج. اهلا بيك يا احمد. اهلا بيك يا ريهام. اتفضلي يا ريهام، اسالي بقى الكباتن. طبعا احنا في الفتره الاخيره طبعا شايفين ان حديث الساعه هو الكابتن محمد صلاح، ولكن في ظل العلاقه المتوتره حاليا يا كابتن بين محمد صلاح وبين نادي ليفربول، رغم ده هو قدر في انه ينجح بتتويجه بافضل هدف عن شهر ديسمبر، ايه تفسير حضرتك لده؟ محمد صلاح، انا بقول لك يعني محمد صلاح معجزه، ودي اخر حاجه حصلت في مصر يعني في الكوره، في الرياضه. محمد صلاح حاجه يعني المفروض يعني علامه تاريخ زي الاهرامات كده عندنا. محمد صلاح يعني محمد صلاح تحدى نفسه. محمد صلاح هو اللي ظهر نفسه للاعلام، مش الاعلام ظهر نفسه. محمد صلاح ما زال بيتحدى نفسه، ما زال بيكرر يعني مثلا محمد صلاح ده يعني في وقت الازمه بينه وبين النادي مصر اللي هو موجود. فدي ده محمد صلاح اصلا عارفينه من زمان كده. محمد صلاح اول ما بدا كده. محمد صلاح هو هيفضل طول عمره. محمد صلاح هو علم او هرم اهرامات مصر، هو هرم الرابع لاهرامات مصر بفضل الله يعني. طبعا يا كابتن سعيد، محمد صلاح طبعا في اكاديميه في البلد عنده في نجليج بباسيون اسمها اكاديميه النجم العالمي. صح. طبعا انت عارف الكابتن سامح فرحات طبعا متواجد هناك في الاكاديميه دي، وبيقدروا ان هم يطلعوا لعيبه ويسوقوها للانديه في مصر، سواء الدوري الممتاز ممتاز به، وباذن الله هم خطتهم ان هم حتى يخرجوا لعيبه بره في اوروبا. طبعا الاكاديميه دي تاسست عام 2010، يكون بالاشراف على مدربي الاكاديميه الكابتن اسامه الشاذلي، كابتن سامح فرحات، كابتن غامر السعداني طبعا، كابتن محمد الشاميه، وكابتن احمد مسعود. طبعا دي ناس كلها انت طبعا اكيد عارفهم، اصحابي وحبايبي، عارفهم وناس محترمين طبعا. طبعا كابتن غامر السعداني ده كان اسم كبير. صح. اسم كبير طبعا. كابتن سامح فرحات من الشخصيات المحترمه طبعا. هم يعني انت ايه رايك في شغلهم هناك والاكاديميه طبعا انت عارف انا تقييم المدربين بيبقى تقييم مش صح يعني ايه مش علاقات يعني تقييم بيبقى تقييم فني. الجهاز الفني لاكاديميه النجم العالمي محمد صلاح، كابتن سامح طبعا على راس المجموعه، وكابتن احمد مسعود وكابتن غامري، الناس دي على فكره شغاله بجد يعني. انا رحت لهم هناك، عملت لهم مشرف عام هناك، الناس محترمه جدا، الناس شغالين صح، عندهم قاعده كبيره قوي من اللاعبين الصغار شغالين بطريقه احترافيه كويسه قوي. انا كمان بتابعهم يعني، وعندهم لعيبه كويسه قوي. احنا ان شاء الله في قريب عاجل هنكون عندهم كمان الفتره الجايه ان شاء الله. فعلا برضو كلام حضرتك مظبوط. فعلا انا برضو يعني فعلا رحت زرتهم هناك، كان ليا زرار هناك برضو، كان في مباراه وديه، وفعلا عندهم لعيبه كويسه وعاملين فعلا شغل كويس. طبعا الكابتن علاء طبعا في مجال البراعم والناشئين، اسيب بقى ريهام تسالك سؤال كده يعني بخصوص قطاع الناشئين في نادي الصيد. طيب هو مؤخرا ان ظهرت اكاديميات كتير، المفروض ان هي بتظهر مواهب عموما الشباب، تمام؟ طيب تفسير حضرتك ايه يعني اولياء امور كتير اشتكوا بان الاكاديميات بتستنزفهم ماديا، وان النظر للموضوع بقدر ما هو مادي يعني مش بينقل ضوء على موهبه الشاب، يعني الضوء حاليا بس ملقي على الاجر المادي اللي هم بياخدوه من اولياء الامور. فراي حضرتك ايه في الموضوع، وازاي ان احنا يعني مثلا دلوقتي انا هدخل ابني طبعا علشان عنده موهبه، فانا عايزه مثلا اشوفه زي محمد صلاح زي تريزيجيه كده. طيب شكاوى كتير من اولياء الامور بان بيتم استنزافهم ماديا، وان في اكاديميات مش بتلقي ضوء على موهبه اللاعب نفسه، فاحنا نقدر نحل الموقف ده ازاي يعني؟ والله الموقف بصي هو متوقف طبعا دلوقتي ولي الامر، انت تودي ابنك فين؟ المكان اللي انت هتشتغل فيه مع مين؟ طبعا صرف النظر كان طبعا بتبقى اكاديميه النادي، يعني صرف النظر مثلا اكاديميه الصيد بيتعاملوا على الاكاديميات بيشتغل على فرق الاعضاء، فطبعا الوضع ده فبيشتغل هناك في نادي الصيد بالذات بيشتغلوا على وضع اللعيبه اللي هي موجوده في اولاد الاعضاء. فطبعا المشكله هناك ان طبعا كله بيتكلم ان هو نادي اجتماعي والكلام ده كله، غير الاكاديميات اللي بره. الاكاديميات اللي بره طبعا بيجي له مواهب طبعا من خبراته والماتشات اللي بيعملها والشغل اللي بيعمله، طبعا ده بيبين التقييم بتاع اللاعب بتاعه، الشغل بتاعهم في الملعب،
قيمه المدرب اللي شغال مع اللاعب ايه، التطوير اللعيبه بتشتغل معاهم ازاي. طبعا دي بتقدري ان انت بتساعد الولد ان هو يقدر ان انت طول ما انت شغاله معاه فبتقدري تنتجي معاه على حسب امكانيه الشغل اللي انت بتشتغلي معاه وخامه الولد. فلازم تقيمي في موضوع البراعم بالذات في الاكاديميات، لازم تقيمي ما بين مثلا الف وباء مجموعتين، مجموعه مميزه ومجموعه ايه متوسطه. تمام. والمميز طبعا بيشتغل تقدر تطلع مثلا منه حاجات بتطلع فلته مثلا زي محمد صلاح مثلا. طبعا مش هنقول محمد صلاح دلوقتي، ان محمد صلاح وصل للمرحله اللي هو فيها دي مش من فراغ يعني، اكيد شيء يعني وتعب وتمرن مع ناس جامده واشتغل في اكاديميات. الاكاديميات الصح اللي تشتغل لازم تشتغل على على يعني على خطه كويسه، على برنامج تدريبي كويس، ان انا عين المدرب فين للولد عشان اقدر اشتغل. طيب تقدر تشوف احنا يعني امتى نقدر نشوف نماذج زي محمد صلاح وزي تريزيجيه؟ والله النماذج دي بقى بتتوقف يعني الموضوع، عشان اشتغل صح لازم اعمل اكاديميه محترمه ابقى شغال فيها، لازم يبقى فيها طبعا برنامج تدريبي كويس نشتغل فيه، حد مثلا يكون مشرف جامد جدا شغال معاهم في قطاع الاكاديميات، مشرف يعني حد فني كويس جدا يقدر يقيم اللعيبه دي، العين الكويسه اللي بتقدر تكتشف المواهب دي بتبقى حاجه يعني، دي لازم يبقى في الحته دي موجوده عشان تقدر تكتشف الحاجات دي. طبعا عندنا خامات كويسه جدا مدفونه، بس تظهر امتى؟ دي بتظهر ممكن في اولاد بتشتغل بتستوعب معاك، فعندنا اكاديميات كتيره في مصر نقدر نطلع منها موارد كتيره ونشتغل عليها طبعا. يعني مش كل الاكاديميات الغرض العائد المادي، ولكن ان هم يظهروا موهبه الـ لا لا طبعا الموضوع لو مش بالعائد المادي اكتر من موضوع يعني لو وصل بالعائد المادي اكتر من ان احنا نشتغل على الولد ونطورهم، ده بتبقى يعني انا يعني ايه الموضوع بيبقى صعب شويه. لكن احنا بنشتغل دلوقتي الحمد لله عاملين مشروع طبعا مع كابتن سعيد المصري عامله طبعا. تمام. مشروع الموهبه دوت 2030 طبعا. سعيد ده يقدر يكلمكم على السؤال ده كان عاوز انا بس هو السؤال يوم. طيب ماشي السؤال ده برده. طيب يعني احنا عارفين ان في الاونه الاخيره التوتر اللي بين طبعا محمد صلاح وليفربول ده اتكلمنا عنه، احنا عايزين نطلع من محمد صلاح ونروح لحاجات بقى ثانيه. طيب يعني محمد صلاح خلاص، ولكن عندنا دوري الدرجه الثانيه نتكلم فيه عشان الوقت، هو في برضه الاهلي والزمالك. لا احنا هنتكلم في دوري الدرجه الثانيه، نتكلم في دوري الدرجه الثانيه. طب انا المايك للدرجه الثانيه دي الدرجه الثانيه عشان بحب الدرجه الثانيه. خليني انا في الاهلي والزمالك. سؤالك مهم على فكره، سؤالك مهم جدا جدا. طب انا عشان كده كان في سؤال بس اللي هو الموهوبين مشروع 30 وسؤالها مهم جدا في اكاديميات اللي شغالين هي يعتبرها تجاره. تجارة يعني هي تجارة بأحلام الشباب، يعني تجارة بأحلامهم، ولكن ما فيش أكاديمية شغالة يعني إلا مرحلة ربي يعني اللي هم شغالين يعني إيه ببرنامج تدريبي محترم أو ناس أكاديميين شغالين في الأكاديمية دي. الأكاديمية دي على فكرة هي عبارة عن مرحلة إن أنا أطور ابني فيها، يعني دي نقطة مهمة جدا إن أنا أوديه عند حد هو مش ضامن يعني بس. مطالب من أولياء الأمور إن هم قبل ما يودوا أولادهم لأي أكاديمية إن هم يكونوا يعني عارفين الأكاديمية اللي هم ابنهم هيبقى فيها إيه، ويعني طريقة التدريب والتمارين. أكيد 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 لازم المدرب اللي شغال اللاعب. أنا ولي أمر، نصيحة لولي أمر، انت رايح اكاديميه لازم تعرف حاجتين مهمين جدا، مين هيشتغل واديني تقييم عن ابني. انا بكلم اي حد لان ممكن يكون الـ 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 يعني ابنه اللي اللياقه بدنيه مش مساعده انه يعني ما عندوش موهبه، كمان ان جسمه ممكن يكون يعني مش جسم صحي يقدر انه يقدر يتحرك كتير يلعب كوره. اكيد طبعا اكيد طبعا. فهنا دي تجارب احلام المواهب علشان العائد المادي مش عشان يطلعوا فعلا موهبه. لا لا هي يعني كتير قوي غنى تجاره، هي تجاره غنى تجاره. اكيد ده كابتن سعيد ده كلام معروف، في ناس كتير قوي مالهاش في مجال الكوره، كل من لعب مثلا في دوره رمضان ولا حاجه عامل اكاديميه بقى. شفت وفالينا يا كابتن مجرب وسفاره وكوتش. ولكن نيجي نتكلم بقى يا كابتن سعيد على الدرجه الثانيه ومنافسه الدرجه الثانيه القويه طبعا، وانت عارف مجموعه الصعيد، مجموعه القاهره القناه، مجموعه بحري. تمام تمام. عندك مجموعه طبعا القاهره القناه طبعا منافسه شرسه، طبعا منافسه شرسه. طبعا بورتو السويس عامل مفاجاه طبعا، متصدر ترتيب الجدول برصيد 19 نقطه، بعدين منتخب السويس 17 نقطه، كوكا كولا 13، الداخليه 13، ترسانة 13، زد اف زي 13، بورتو بيجيت 13 12 نقطه. طبعا المنافسه شرسه جدا. المجموعه الثانيه دي صح، دي المجموعه الثانيه طبعا. وعندك المجموعه الاولى مجموعه الصعيد، الشلال الدخان بيتصدر المجموعه ب 22 نقطة طبعا. المنيا 20 نقطة، الإعلاميين في المركز الثالث ب 16 نقطة، والألمنيوم 16 نقطة دايب. طبعا ده المربع الذهبي، والمنافسة برضه قوية، والشلال الدخان طبعا صعد حديثا من الدرجة الثالثة، دخل برضه مجموعة
الصعيد زي ما البنك الاهلي عمل بالظبط، طلع من درجه ثالثه راح مجموعه الصعيد لعب فيها وبيلعب برضه على مجموعه القاهره. القرار ده الشرسه ضد النقطه دي بالذات يعني. ما انا بقول ليش الشرقي دخلني، ليش الشرقي دخلني يروح الشرقي، ليه يروح الصعيد ليه؟ ما البنك الاهلي روح. طب وليه يروح ليه؟ لا يروح ليه؟ ما يلعب في القاهره. طب الفرقه دي ليها الصعيد ليها حق ان هم يلعبوا في الصعيد؟ ما صعيد انا اجيب واحد غريب يقعد في بيتي؟ طبعا ما ينفعش. دي حقيقه فعلا، ويمكن اتكلمنا في الموضوع قبل كده. طبعا المجموعه البحري طبعا منافسه برضه قويه، حرس الحدود 17 بونت والاولمبي 16 بونت والاسمده وبلديه المحله 13 وفاركو 11. انت شايف يا كابتن سعيد ممكن رشح لي كده كل رشح لي فريقين من كل مجموعه الشرقية الدخان يعني. احنا طبعا هيصعد الاول بس طبعا، لكن رشح اثنين ينافسوا بعض يكونوا قريبين. انا بس عايز اقول لك بس ان يسال السؤال ده ترشيح مثلا حتى في الدرجه الاولى في الممتاز بتقول مثلا لا لسه احنا في اول محطه لسه احنا هو الدرجه الممتاز بالظبط، الدرجه الثانيه والثالثه عامل زي القطار ماشي في ماشي انا قاعد على الكرسي وغيري واقف تمام هيقعد في حد هينزل وهيقعد مكان هي بالظبط يعني هنشبه ده بالقطار اللي ماشي ماشي في طريقه في نادي شرقية الدخان عشان الماده مهمه جدا في حته الصعود طبعا تفرق جامد طبعا دي حقيقة. النقطه الثانيه اللعيبه ان الخامه تعمل مدرب مش المدرب يعمل خامه، الاول خالص يكون معاك خامه كويسه وتجيب مدرب كويس. فشرقية الدخان والمنيا والاعلاميين وحرس الحدود الاولمبي وبورتو السويس ومنتخب السويس ما زال لسه في المحطه الاولى طبعا. يعني مش هنقدر نقيم المجموعات دي نقول مثلا هيصعد رسمي، ان انت برضو خلي بالك لو طلعت ده قطار ماشي قطار ماشي في ناس قاعده على كرسي وفي ناس واقفه، خلي بالك من دي. انا هقعد برضو خلي بالك بس ما تعرفش، بس اللي باين واضح قوي ان شرقية الدخان دخل بقوه قوي ان هو عنده 22 نقطه واللي تحت منه 20 واللي تحت منه فرق مباراه وتعادل، يعني اقرب حد ليهم الاعلاميين. اكيد فشرقية الدخان والمجموعه الثالثه يعني اقرب فريقين ماشيين كويس هو شرقية الدخان والمنيا، المجموعه الثالثه حرس الحدود والاولمبي، المجموعه الثانيه بورتو السويس ومنتخب السويس ومش بعيد على بورتو ان كان بتلعب في الدوري الممتاز قبل كده وهبطت وطلعت الثاني لقيت نفسها بسرعه. خلي بالك الدوري الدرجه الثانيه اللي هو الممتاز به صعب جدا جدا هنا في مصر، صعب جدا ثاني مجموعات واول فرقه والفرقه كلها على فرقه قويه مش فرقه ضعيفه، وبكره تشوف فرق هتلاقي شويه الدخان دي حد وقعها فرقه ضعيفه توقعها. حرس الحدود على فكره لسه نازل من الدوري الممتاز لسه ريحتها في الدوري الممتاز موجوده. ربنا يوفق الاحسن ان شاء الله واللي يكمل ان شاء الله. طبعا عشان احنا خلاص داخلين على خلاص على نهايه الحلقه، طبعا كابتن سعيد المصري مدير الفني ل 2006 بنادي انبي، طبعا في منافسه شرسه كانت ما بينك وما بين الزمالك وقدرت ان انت بنفس النقاط تكون مع نادي الزمالك في ترتيب الجدول. اكيد طبعا تمام. انت دلوقتي الزمالك طبعا عنده 16 وانت 16 نقطه والمصري 12، ودي بطوله الجمهوريه 2006. ايه رايك في 2006 في مصر وهل ده جيل هيبقى كويس في مصر؟ على فكره دوري الجمهوريه في 2006 قوي جدا، طبعا خساره كبيره الاتحاد الاسكندريه ما دخلش واسوان وطلائع الجيش ما دخلوش، فرق كمان جامد يعني بطوله كويسه جدا في لعيبه مميزين في الجيل ده مميزين، وفي فرقه ترسانه عندها 2006 لو دخلت دي هتفرق جامد معانا جامد يعني. اكيد طبعا 2006 ترسانه فريق قوي، فرق قوي جدا. كابتن مدحت رمضان طبعا كان طبعا كان الكابتن قبليه مدحت انور وكابتن هشام عطيه المده 4 سنين مع الفريق. جيل هيبقى كويس قوي في ترسانه عن طريق 2006. عندنا في مجموعه المجموعه بتاعتنا المجموعه الثانيه عندنا الزمالك وام بي 16 16 انا كنت فارق 5 على فكره، لكن حصل ضروب معايا كان عندي مشكله في بعض الاصابات واللعيبه كان يعني كان قصه كبيره كده مع الفرقه عندي، فالحمد لله ماشيين الاول والحمد لله احنا تقريبا صعدنا احنا اول ثلاث فرق بيصعدوا. انا عرفت ان ام بي والزمالك صعدوا وبعديها جاي عن المصري فرقه كويسه جدا المصري. بس انا عاوز بس اوجه شكر لنادي ام بي ورئيس قطاع البرامج والناشئين كابتن محمد اسماعيل وجهاز الفني اللي معاهم معايا شغال معايا كابتن مكي وكابتن محمد صبحي وكابتن ومدير اداري كابتن هاني عبد الفتاح وجهاز الطبي عندي دكتور شادي ودكتور ايهاب ومسؤول ادوات حمص وعم حسين عاملين على فكره الناس بيستند 2006 كويس قوي يعني. الماتش كان امبارح على فكره نزلنا امس وانت كسب الزمالك في الزمالك كسبته هناك هو كسبنا. طيب انا سؤالي الحاجه اخر سؤال بقى تساله بقى ارهاب ليك ونطلع. هل استقطاب رموز يعني الكره على الشاشات الفضائيه قادره ان هي تقدم محتوى لائق؟ كأسماء يعني؟ يعني للجماهير قادرة إن هي تقدم محتوى لائق لجماهير الكرة؟ لا ما يعني يعني عموما هو على فكرة بقول لك هي كرة القدم بالأداء مش بالأسماء، يعني أنا عاوز أقدم منتج كويس قوي مين يقدمه مش شرط من ممكن يعني منتخب 2006 يعني منتخب 2006 كابتن مؤمن سليمان وكابتن عصام عبده ومؤمن عوفار جهاز محترم جدا جدا جدا، ممكن هو مش قريب قوي من الجمهور قوي
ولكن مش كل حد يطلع يتكلم هيتكلم في الكوره بيتكلم صح. لا اكيد طبعا يا كابتن سعيد انت خبره في الوطن العربي كمدرب، كمان ليك اسم سد قطري في اكتر من نادي في قطر وفي الدول العربيه كلها كابتن سعيد، وانت مكسب للنادي امتى طبعا. انا يعني كنت سعيد ان انا موجود معاك يا كابتن سعيد، انت بالشخصيات المحترمه وليك يعني فعلا مكان عندي، ونفس الكلام الكابتن علاء فتحي شخصيه محترمه طول عمره. وانا بشكركم في نهايه حلقتنا، بقول لكم انتوا شرفتونا، وباذن الله نتقابل في حلقات باذن الله قادمه مع بعض باذن الله. وبشكر طبعا زميلتي ريهام، شكرا ليك يا ربنا يحفظ لك بيبو نجم التسعه حبيبي يا كابتن سعيد. ليه هدف احنا كان يا كابتن سعيد انا ليه فيديو كابتن محمد كان عايز ياخده خلاص طبعا. احنا نورتونا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.